الكالسيوم سلطة. الكالسيوم مرعب للكيل والروين ورق اللفت. كالسيوم سهل الامتصاص. كالسيوم يزود العظم والسنان ويخليك بصحة جيدة. فاعمله في سلطة الكيل او العصير بتاع الكيل. اعمله في سلطة الروين او اعمل عصير روين اضربه في الخلاط او ورق اللفت اعمله سلطة او شوربة وكله. هيزود الكالسيوم بشكل رائع وكمية محترمة جدا. وما أدراكم ما أكثر مصادر الكالسيوم اللي بعيد عن الحليب وتغنيه عن الحليب. بتكتبوا الكلام ده مهم جدا والله. التين. وما أدراكم ما التين؟ قنبلة كالسيوم. فدخلوا التين المجفف أو التين الصابح مهم قوي في كمية كالسيوم محترمة جدا. اللي بعد كده الصويا وخصوصا التوفو اللي هو الصويا المخمرة. التوفو زي الجبنة كده بروتين محترم قوي ونباتي للناس اللي بتحب البروتين النباتي. فيه كالسيوم كمية محترمة قوي. الهضم بتاعه سهل. التوفو ده من احد اجمل مصادر الكالسيوم. الرويند من اجمل مصادر الكالسيوم. الرويند بتحبه البكتيريا الحية بلس ان فيه شوية مغنيسيوم وبلس ان فيه فيتامين كاف واحد. كل ده في الروين. عشبة او سيقان الروين مهمة جدا دخلوها كل بيت. صباح الخير. وان ليس للانسان الا ما سعى. لو فهمت الاية دي حياتك هتتغير. يعني ايه؟ يعني انت عشان توصل لاي هدف لازم تعمل كل اللي عليك بكل ما تستطيع من قوة بكل ما تملك من امكانيات 100%. لو عملت كده هتوصل للي انت عايزه سواء صحة او مال او تغيير اي حاجة في الدنيا. مادام دفعت الثمن 100% عملت كل اللي عليك لازم الموضوع يحصل. ده يفهمك حاجتين. ان انا لازم اعمل كل اللي عليا واللي انا بسعاله بالظبط زي المراهنات. على فكرة كل الناس عايزة تبقى اغنية وكل الناس عايزة يبقى عندهم صحة وكل الناس عايزين يملكوا كل شيء. ولكن انت بتضع في الجهد المطلوب كم في المية منه مش مقارنة بفلان. يعني ممكن واحد يكون عمل 60% ولكن 10 أضعاف اللي انت بتعمله. انت 100% ولكن 60% بتاعته اشتغل اكتر وركز اكتر. 60% بتاعته اكتر منك بكتير بس هو مش هيوصل. ليه؟ لانه مش متقارن بيك في رحلة الحياة. انت بتسعى لنفسك بجهدك. منافسك الوحيد هو انت. فانت لو عملت 100% من جهدك انت لازم توصل. لو عملت 60% من جهدك انت ولكن ده احسن عملت يعني حاجات كتير قوي اكتر من ناس كتيرة بتعمل مش هتوصل برضو. فهمت يعني ايه؟ ليس لك الا ما سعيت. وان انت ملكش منافس الا انت. تأكد انك لو دفعت تمن شيء 100% هتوصل له. بس انت قدام نفسك انت عارف عملت اللي عليك ولا لا. راجع كده حياتك. الحاجة اللي عملتها 100% بكل ما تملك من قوة عقل باطن وسعي وتفكير وتخطيط لازم هتبقى في ايدك. اوعى تقارن نفسك بغيرك. اعمل اللي عليك 100% هتلاقيك وصلت. جربوها. نقطتين تانيين. خطة حياة اليوم 28 النهاردة اخر يوم من الدفع. السؤال ده بيجيلي كتير قوي وشكرا لهذا السؤال. في ناس بتاكل رز جواه اللحمة عليها قطع بطاطس وفلفل وبعدين ممكن يحطوا عسل على اللحمة او اناناس وبعدين بيبقى فيه مخلل وكوكا كولا وبعد كده هاتوا الحلى. اوكي. ولما يشوفوا صورة فراخ وسمك او فراخ ولحمه اللي هم نوعين بروتين مع بعض يقولوا ازاي الحاجات دي تتاكل مع بعض. ماذا اقول الصراحه؟ المنطق انتحر في الوطن العربي. مساء الخيرات. محدش يتخض من السبانخ. السبانخ مش مسممه ولكن فيها ماده اسمها اوكزالات زي اوراق خضار كتير. ولكن السميه بتاعت الاوكزالات اللي في السبانخ لو كنت 3 كيلو سبانخ تموت قلبك بيقف. فالروند الورق نفس الكلام. استاذنكم بقى حنيركم.